بابا امير عيوني ابو رناوي اريدك تطلع الموبايل مالتك وتاخذ لنا صوره للذكرى. صاره ماكو داعي للصور، ساعه زمان ويرجع، كنا ننتظره اني وانت ورنا، ماكو داعي للصور. يا الله. مرحبا. زين يا دكتور. اه حجي شلون هالمعنويات؟ الحمد لله. سبع ها؟ يلا عيني اسمحوا لنا، اريد فرغوا لي الغرفه خلال ربع ساعه حتى ادز الممرضين يجهزون الحجي للعمليه. تمام حجي؟ تمام. يلا بانتظارك. اسمح لنا. قال فرغ الغرفه. رنا يلا بابا يلا. اطمئني بابا اطمئني. ساعه اكثر شويه ارجع لكم ان شاء الله. يلا بابا يلا. امير اخذها. يلا يلا. يلا 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 حبيبتي يلا. يلا قبلوني يروح هو ساعه ويرجع. يلا يا حبيبتي يلا. يلا. يلا ليلى. امشي حبيبتي. يلا ماما امشي وياي. السلام عليكم. وين كنت؟ امشي. استحامات يا بش. امشي. اسف عمو حبيبي. تاخرت عليك. شلونك؟ خو ما خايف؟ الحمد لله زين. الحمد لله الحمد لله. عمو مو موضوع اشجعك وما ادري شنو، بس فعلا انت قوي، انت قدوتنا والله. اجر وعافيه ان شاء الله حبيبي. حجي سامي. هيا انا عندي وصيه لك. وصيه؟ قوم بابا سالم قوم. حاضر بابا. عمو منتظرك. سندي. حجي وصيتي. لا توصيني يا احمد. ما قلت لك توصيني. ساعة ساعة ونص ترجع لنا سالم إن شاء الله وأنت قوي. إحنا ننتظرك أحمد. كنا ننتظرك أني ليلى لهرنا أمير تجي. والله العظيم والله إذا ما جيت ترى أزعل عليك كلش أزعل. تتذكر أبونا كان يقول والأخوة أمانة وأني أمانة بركبتك لا تعوفني. ها 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 ها.